مسؤول المكتب الإعلامي في القيادة العامة للجيش خليفة العبيد اليوم الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرير أسرى ومخطوفين أثناء العمليات العسكرية في المدينة. وأكد العبيد لبوابة الوسطى أن غرفة العمليات ستعلن عن تحرير أسرى أو مخطوفين في حال وجودهم في المناطق التي سيطر عليها الجيش أثناء عمليات التمشيط. للمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا الوسط.الواي.